سوري معلش اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سامولة الملك شوي. النهارده هنلعب لعبة جامب جامب، يعني بالعربي نط نط. فانا هقفل الكاميرا عشان اعرف العب حلو، فهضطر اقفل الكاميرا. معلش دلوقتي نبدا. دي ايوه اهي هتبدا في الصعوبات. ايوه انا مش المفروض المس الاصفر اللي انا اصفر ده يلو، هنا المفروض بس اتكلم عربي بس. كان عادي مضيف شوية مثل مثل انا ممكن انسى كل العربي اللي انا اعرفه لحد دلوقتي. انا دلوقتي 97 108. جات الفرصة. اللعبة دي صعبة. يلا انا هوصل لرقم يعني كبير. سوري انا 179. يلا يلا نروح من هنا. هنا الطريق مفهوش الاصفر ده. اوكي يلا انا 283 دلوقتي 284. كل ما عدي واحدة من الدوائر يعني دي اللي انا واقف عليها دلوقتي يحسب لي واحدة. انا عديتها، انا عديت واحدة يحسب لي واحدة. اوب يا اخد علن، لا اعرف ان ده غلط بس اخد علن. طيب يلا بينا نكمل. دي الحتة اللي انا واقف فيها لازم ما اعملهاش المرة دي. برضو هيبقى هو نط من هنا. ريلاكس يعني اهدى بس، لازم اهدى. او نو نعديها ازاي؟ اوف قلتها مش عارف ازاي. يعني انا لو لمست الحيطه الصفرة دي اخسر برضو. مش عارفه انا عملتها ازاي يعني عديت الحيطه الصفرة دي. طيب انا دلوقتي 315 316 317. مش عارفه العد، لازم اركز، لازم اعملها في حته تاني. لازم let's go here. يعني لما احنا هننزل في المحطة دي، يعني هننزل يعني في المكان الحتة دي. المعد لسه، المعد لسه دلوقتي. اصل ايه لو اخدتوا بالكم كانت في حاجة تقفل كده صفرة، لو انا لمستها كنت اخسر. فكنت مستني لحد ما هي فتحة، كانت خلاص هتيجي عليا لكن عدت. لا انا 382. اوب 419 باي باي يا حته صفر. بس كان في حته صفر بتاع بقى تتكسر. يلا يلا 429 يعني. يلا هنا هنا ايوه خسرت كالفيديو يعني. طيب وكده الفيديو خلاص. ما تنسوش تعملوا، ثانيه افتح الكاميرا، تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس علشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. وسلام.